إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون عباد الله، إن شهود الصلاة مع الجماعة في بيوت الله ومساجد المسلمين كما أمر بذلك رب العالمين وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ومعلم عظيم من معالم الرجولة عباد الله. نعم، معلم عظيم من معالم الرجولة عباد الله بشهادة رب العالمين. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هكذا قال رب العالمين، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فأين معاني الرجولة ممن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة ويستهين بها ويقلل من شأنها ومكانتها؟ أيها المؤمنون عباد الله، ولقد تكاثرت الدلائل في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على وجوب أداء الصلاة على الرجال في جماعة المسلمين في الحل والترحال وفي الأمن والخوف. وإذا كان الله عز وجل لم يرخص لعباده المؤمنين في حال الحرب والشدة بترك الصلاة جماعة، فكيف بحال الأمن والرخاء والصحة والعافية والإطمئنان؟ يقول الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا عباد الله أداء للصلاة جماعة في حال الحرب والشدة، فكيف في حال الرخاء والخوف؟ وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقوله ولو علموا ما فيهما، أي ما في أدائهما جماعة في بيوت الله، لأتوهما ولو حبوا، أي حبوا على الركب. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من الحطب فأحرق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، فهل تجد لي من رخصة؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ولى الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح ثابت أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير وشاسع الدار، أي داري بعيدة عن المسجد، وليس معي رجل يلائمني ويقودني إلى المسجد، فهل تجد لي من رخصة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فهذا عباد الله رجل ضرير أعمى، وبيته بعيد عن المسجد، وليس معه من يلائمه ويقوده إلى المسجد، ويقول له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فكيف عباد الله بمن بيته ملاصق للمسجد أو قريب منه، والأذان يخترق بيته ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يستجيب للنداء ولا يمتثل للأمر وهو صحيح معافى. وجاء عباد الله في مسند الإمام أحمد بإسناد ثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح ثم قال عقب الصلاة: أشاهد فلان؟ أي هل فلان حضر إلى الصلاة؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان، يتفقد رجالا هل حضروا إلى الصلاة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هاتين الصلاتين، أي صلاة الفجر والصلاة التي تسبقها صلاة العشاء، إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. عباد الله، وثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي إلا من عذر يمنعه من ذلك كمرض شديد أو نحوه. عباد الله، والأدلة على وجوب أداء هذه الصلاة جماعة في بيوت الله كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم لما أمر الله جل وعلا المؤمنين بإقام الصلاة أمرهم في السياق نفسه بأن يؤدوها في جماعة المسلمين، وذلك في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الحافظ ابن كثير: استدل بهذه الآية جماعة أو كثير من أهل العلم على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة. أيها المؤمنون عباد الله، ألا فلنتق الله عز وجل في هذه الصلاة، ولنعلم علم يقين
أن أول ما نسأل عنه يوم القيامة من أعمالنا هذه الصلاة: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة في المساجد كما أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام، ومن ذرياتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، تنبيه عظيم إلى أن شهود الصلاة في المساجد والمحافظة عليها والعناية بها فرع عن اهتمام القلب بذلك ومعرفته بمكانة أداء الصلاة في الجماعة. وأما القلب اللاهي الذي لم يعرف قيمة الصلاة ولا مكانتها في المساجد فإن صاحبه سيتخلف ويتخلف. ولهذا قال: ولو علموا ما فيهما. فإذا كان الإنسان لا يعلم قيمة الصلاة في المساجد ومكانتها ومنزلتها العلية في الإسلام فإنه سيتخلف ويتخلف، وسيكثر تخلفه عن هذه الصلاة. ولقد أعجبني رجل من عوام المسلمين كان يشتكي من تخلف أبنائه عن الصلاة ومحاولته الشديدة معهم لأدائها، وفي سياق كلامه قال لي وهو يحرك يده، قال: الكلام أو الأمر راجع إلى القلب، ويشير بيده إلى القلب. يقول: لو عرف هؤلاء قيمة الصلاة ومكانتها وعرفت قلوبهم ذلك لم يتخلفوا عنها، ولكن هذا الوهاء والفتور والتواني والتراخي والكسل راجع إلى ضعف القلوب ووهنها وعدم معرفتها بقيمة الصلاة ومكانتها. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور ثم يذهب إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. ثم يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كل ذلكم عباد الله لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك مكانة الصلاة وقيمتها، فلما عظمت مكانة الصلاة في القلوب تحركت تلك الأبدان الضعيفة إلى المساجد مع ضعفها الشديد. ولقد
رأينا ذلك عباد الله في الصالحين من عباد الله جل وعلا من كبار السن، يأتي ببنية ضعيفة وجسم ضعيف وقوى ضعيفة، يتحامل بشدة ليحافظ على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله. وهذه المحافظة راجعة إلى كبر القلوب وعظم ما قام في قلوبهم من مكانة للصلاة وقيمة لها. أما أولئك أصحاب الأبدان الصحيحة والقوى الطيبة الحسنة المتخلفين عن الصلاة، فهؤلاء عباد الله قلوبهم ضعف إيمانها بقيمة الصلاة ومكانتها، فلما ضعف هذا الإيمان في القلوب ضعف العمل تبعا لذلك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وليتأمل كثير من الناس في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد كم تفوته صلاة الجماعة من مرة، فأين الرجولة عباد الله على حد قول ربنا جل وعلا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. عباد الله، وفي زماننا هذا أكرم الله عز وجل كبار السن بالعربيات التي يصر بعضهم على أبنائه البررة بأن يدفعوه بهذه العربية إلى المساجد محافظة منه على الصلاة ببنية ضعيفة، يذكر بذلك بحال السلف الكرام. أليس عباد الله جدير بالشباب أهل الصحة الطيبة والأجسام القوية أن يأخذوا العبرة من هؤلاء الكبار فينتهزوها فرصة عظيمة لاستشعار قيمة الصلاة ومكانتها، لا أن يعيش هؤلاء الشباب معوقين عن الخير محرومين من الفضائل والرفعة عند الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.